النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم انخفضت قليلا درجات الحرارة وسادت أجواء ربيعية دافئة في أغلب مناطق المملكة. استمر درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة مع تراجع حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة خلال يوم أمس. نستعرض الآن أو نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة تركزت في المنطقة الشرقية والجنوبية، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وسادت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء يستمر تأثر المملكة ببقايا الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، تنخفض قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس الاثنين. تكون الأجواء ربيعية دافئة لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام. يوم الأربعاء المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، تصبح الأجواء تبقى الأجواء ربيعية دافئة لكن درجات الحرارة تصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام. كما تسود ليالي لطيفة تميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخر. يوم الخميس بإذن الله تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتكون حول إلى أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. طقس ربيعي دافئ خلال ساعات النهار لكن خلال ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة تميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخر. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور تكون الأجواء صافية مع 17 درجة مئوية محسوسة أيضا 17، الرطوبة حوالي 31% والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء كما ذكرنا هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 16 درجة مئوية. يوم الخميس طقس مشمس مع 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تنخفض ل 15 درجة مئوية، أجواء تميل للبرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر. أما يوم الجمعة تسود أجواء صافية مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تبقى حول ال 15 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.